وللمزيد أيضا ينضم إلينا موفد التلفزيون المصري علاء رشوان من العاصمة الصينية بكين. علاء، يعني بعد التحية لو تنقل لنا الصورة وأبرز الاستعدادات لديك. نعم، توجه منذ قليل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد منتدى التعاون في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي يحتفل بمرور 20 عام على تأسيسه منذ عام 2004 لدى زيارة الرئيس الصيني الأسبق هو شينتاو إلى القاهرة وتحديدا إلى مقر جامعة الدول العربية، حيث تم إطلاق هذه المبادرة من الجانبين المصري والصيني لتكون أحد أهم آليات ومنصات التعاون والحوار والمشاركة من أجل التنمية بين الجانبين العربي والصيني. الصيني. السيد الرئيس بينما يحضر هذا الاجتماع العاشر كضيف شرف رئيسي تم توجيه الدعوة لسيادته ليكون المتحدث الرئيسي وضيف الشرف الرئيسي في هذا الاجتماع، سوف يعني يلقي كلمة مصر الهامة خلال هذا الاجتماع الذي يستعرض خلالها ما تم تحقيقه وإنجازه طوال السنوات الماضية على كافة الأصعدة سياسيا واقتصاديا بين الجانبين العربي والصيني، ويلقي نظرة مستقبلية ويستشرف سيادته من خلال كلمة مصر الهامة مستقبل هذه العلاقات بين الجانبين، خاصة في ضوء التقارب السياسي في المواقف السياسية حيال كل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية. ربما أبرز هذه المستجدات وهذه القضايا قضية العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة التي سوف تكون حاضرة في كلمة السيد الرئيس أمام الاجتماع الوزاري العام، وأيضا يستعرض السيد الرئيس المواقف المصرية حيال عدد من القضايا من بينها قضايا تتعلق بالتنمية المستدامة وقضية أو ملف التعاون بين الجانبين في إطار المبادرة الصينية الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، وتطلع مصر بدور هام في إطار هذه المبادرة ودمج الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة حتى عام 2030 مع مستهدفات هذه المبادرة الهامة للصين، بالإضافة أيضا إلى عدد آخر من المحاور التي تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتكامل الاقتصادي بين الجانبين العربي والصيني. الصين تنظر بعين الاهتمام إلى المنطقة العربية تحديدا وإلى الاقتصادات الناشئة والنامية فيها وفي مقدمتها الاقتصاد المصري كأحد أهم روافد التعاون بين الجانبين في إطار تنفيذ مستهدفات مبادرة الحزام والطريق والعمل على مد جسور جديدة وإضافية من الروابط الاقتصادية وتعزيز التجارة البينية بين الجانبين واستغلال الموقع المثالي لدول شمال إفريقيا خاصة مصر لتكون بوابة أولا لنفاذ الصادرات الصينية إلى السوق المصرية وأسواق شمال إفريقيا وإفريقيا والمنطقة العربية بشكل عام، وأيضا الاستفادة من الخبرات الصينية في عدد كبير من القطاعات، نتحدث عن قطاعات البنية التحتية، الإنشاءات، اللوجستيات، موانئ ورفع كفاءة الموانئ والمناطق اللوجستية المحيطة بهذه الموانئ، الطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها من روافد الاقتصاد المصري والاقتصاد النامي والناشئ في المنطقة العربية بشكل عام. نعم نعم. علاء، ماذا عن الاستعدادات الخاصة بالجلسة الافتتاحية وهل بدأت الاجتماعات حتى هذه اللحظة؟ الاجتماعات بدأت بالفعل منذ نحو النصف ساعة بحضور وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كما أشرنا ضيف الشرف الرئيسي لهذه الاجتماعات التي دعي إليها أيضا من المنطقة العربية دولة الإمارات، البحرين وتونس، بالإضافة أيضا إلى عدد آخر من المنظمات التنموية والمنظمات الأممية العاملة في مجال التنمية وعدد من البنوك والجهات الدولية المانحة، بحضور أيضا الرئيس الصيني بطبيعة الأحوال شي جين بينغ الذي سيلقي كلمة بلاده ليستعرض فيها وجهة النظر والرؤية الصينية حيال التعاون العربي الصيني في المرحلة المقبلة في ضوء المستجدات الإقليمية سواء الجيوسياسية منها أو الاقتصادية. نعم. حسنا، علاء رشوان موفد التلفزيون المصري وضحت الصورة، شكرا جزيلا لك.